لحظة واحدة، لحظة لحظة واحدة. سيد وحياة أبوك نزل. هاي 5 4 3 2 1 لف هنا شوية، ده بيخرج يا دوب انت تقوم من النوم. استرتش بولا يا عم، قلع خليك بالليل تنام تمشي. خلاص حد وقفها يا جماعة. لو النبي يا ريس، لو النبي. الله أكبر. ايه لا لا والله. طب انزل ازاي؟ بأمر الله. بلاش عكنانة بقى. لا لا لا، ما دام انا في امان انتوا في امان. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة ضيفنا الجميل في برنامج هاكشن الممثل الطيب الجميل وصاحبي وحبيبي واخويا عبد الله مشرف. عبد الله مشرف ده طبعا شكله هندي، فقلنا له انت هتعمل دور المهرجة الهندي. فرح قوي، قال انا ليا على فكرة اصول هندية وبتاع وعايش الهند. طبعا دخل البلاتو لا اخضر فاخضر، قال فعلا الهند دي الهند، وهي فعلا مش هند ولا حاجة. قال ايه الاخضر ده؟ قلنا له زي عبد الله كروما، المخرج بيشيلها وبعد كده حط افيال ومعابد بالنسبة لنيودلهي والهند والحاجات دي. تعالوا نشوف القعدة اللي قعدها مع الأستاذ محمد النقلي وبيقنعه إزاي علشان يبقى هندي. يا عبد الله، هو أنا هندي؟ إحنا بنعمل فوازير. الفوازير دي معتمدة على الشخصية، شخصية معروفة في العالم كله، في أفلام العربي، في أفلام أجنبي. في بلد من البلاد. فاحنا بنعمل شخصية هنا، شخصية المهرجة. فبنقول الفزورة المهرجة ده شخصيته ايه؟ منين؟ شخصية ده في كم فيلم؟ المهرجة؟ لكن احنا بنقدم ايه؟ الفزورة دي. الفزورة حاجة لايت كوميدي كده جميلة. بتعتمد على التخيل. التخيل حضرتك هتقوله لنا تحت. بس انت كمان اتخيل معايا الكلام اللي انا هقوله. حاضر. امسك كويس يا عبد الله، امسك كويس يا عبد الله. بس ايوه هيبوظ. امسك كويس. الله 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 الله، استنى حجاج. تعالوا عندي هنا، بس انا عايزكم تيجوا لغايه هنا وانزلك من عليه هنا ونقف نتكلم هنا. طيب يلا. انا همسك بقى كده. مال هنبدا من اول هنا؟ يلا يا عبد الله. عشان طيب نخلص بقى في الليله دي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. امسك بقى كويس يا عبد الله. اهو استنى يلا يا حجاج. يلا حركه كفارس هندي. حركه يلا. ايه ده؟ الله الله الله. استنى استنى. بس يا ردي. لا 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 استاذ، مش هينفع كده. اوف. لحظة واحدة، لحظة واحدة، لحظة. حد يخش يشوف. احنا خايفين على السيسي. لا خايفين. لا يا استاذ مش هينفع. ايه؟ خايفين على السيسي. اتفضل بيقول لي. والله العظيم ده ايه؟ تعالى بيقول لي خايفين على السيسي. لا السيسي على الاساس انه صغير. سيسي ايه يا حجاج؟ انا اتكسرت. انا دخت والله. والله العظيم. اول رحمة امي. طب بعدين؟ هاتوه هنا في النص. لا مش هنا. اشرح لنا مستر فايز. اسكولتاري توتو سولا جرافيكا كوي. طيب توتو كويلو ده واحده بقى مش فاهم الاول. لحظه واحده تاني بس. قول الاول يا مستر فايز. طب طب انت فاهم يا حجاج؟ انا مش فاهم. طب قول كده. اسكولتاري كويلو. اسكولتاري دي يعني ايه؟ سولا جرافيكا كوي. طب ما فيش مترجم. انا عبد الله. حد يجي مع عبد الله يمسكه من هنا. الكابتن دراع كسر. ما تخافش يا عبد الله والله العظيم. حد هيبقى ماسكك من الناحيه دي. انا لو جالي بيها تاني ما حجاج هيمسكه. لا ده حجاج سابني رحت واقع. سبت ايه؟ انا سبته من ايدي غصب عنك. هتعمل ايه؟ يلا يلا اركب على طول. يلا انا هعتبر لو مش يا استاذ ما تخافش. ابقى انزل على طول. لا لا والله العظيم هتكسر. هعتبر ده الفيل. الفيل ماشي. على فكره مرهق جدا جدا وبيتعبني جدا. انا اذا كنت انا اللي بركب اوعى يا حاج. لا يا عم مش هركب. ايه يا ابني؟ استنى بقى يا ابني. ايه واقف امك؟
طب لفوا عندي هنا يا استاذ. حاضر معلش انا اسف. يلا خلصونا بقى. انا اسف. اسف. اقف بقى اقف بقى. اوعى يا حجاج. لا امسكوا يا حجاج. ما هو انا ثواني يا عبد الله. سلام. لو جري تاني يا استاذ بعد اذنك. طيب ماشي. بس كده. لا لا يخرب بيت امك. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا ده بيخرجنا عن شعورنا. ايه ده؟ طب وبعدين يا استاذ مش هينفع الحلقه كده. احفظ يا عبد الله. لا لا اعمل له. استنى يا ابني احفظ له. اهو اهو تاني. وقف تاني ده لما يقف. طيب عايز امشيه بقى. طيب يلا اركب بقى كده. ايوه توكل على الله. استنى توكل على الله. استنى بقى. انزل بيه انزل يا عم. انت هتكسر رجلي النهارده. مش لا 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 مش هينفع. لا لا ما ينفعش. خلاص ما ينفعش والله. تخيل ان الحصان واقف. كأن الحصان راك واقف. هتركب وحجاجة هيمشي جنبك. وخد هات الناي. حاضر. مش سريع. 5 4 3 1 حركة. ثلاث صفرات بتوع. طيب. عشان ايه؟ ماشي. 5 4 3 1 حركة. ما هو مش موجود. على اساس ان انت خدتها راكور صورك وهو بتصفر. طيب ماشي. حركة. اتبعني يا دوم لعلنا نستطيع ان نحصل على الجوهرة قبل طلوع النهار. في جملة ليك. ايوه. لحظة واحدة لحظة واحدة. انا دبتبت برجلي وانا المفروض بس. لا المشكلة في ايه؟ ان انا هنا انا راكب فيل مش حصان. احنا بنعمل دلوقتي اللي هو حصان. اللي هو كده يعني. طيب الحصان ده اتغير فيل عند الاستاذ. ايوه. اتبعني يا دوم لعلنا نستطيع ان نحصل على الجوهره قبل طلوع النهار. الله. سوف اتبعك سوف اتبعك يا كندهار لكي نجد الجوهره وانا معك. هذا عشمي فيك. نخرج كده. طب واضح ان انا مش عارف اوصل لكم اللي انا عايزه. بس هي عشان حاجه واحده بس. ايه هي؟ حته الكرومه والاستاذ ده. ما انا ما هي انتوا ما لكوش دعوه بده يا جماعه. انا مسؤول. انتوا مالكم بده؟ يعني الريس عايز تقنعني ان عبد الله دلوقتي هتصوره على فيل؟ ما يا جماعه ده شغلتنا بقى. امال احنا جايبين دافعين له فلوس على ايه؟ طيب ما هو ما هي الكرومه كده يا جماعه. على فكره الراجل ده بياخد باله من تعبيرات وشنا. صح يا استاذ؟ صح. طبعا ممكن يأثر على شغلنا بقى. لا يا استاذ لا يا استاذ انا هشتغل. احنا فاهمين يا استاذ. جود بلاي. انتوا بتطلعوا هنا كأنكم بتتسلقوا. احنا الاثنين. بتتسلقوا الجبل. ونازلين هنا. هنا اهو. ايوه. بتدوروا يمين وشمال على الجوهرة. بتدور هنا وبتدور هنا لغايه لما بتلاقوها الناحيه دي يا عبد الله. وانت اما بتلاقي النهايه لقينا جوهره. يلا يا عبد الله يلا نفس الحركه. حاضر حاضر نفس الحركه. تعال يا حجاج. حفره جامده جدا. اول مره الاقي حجاج مش فاهم حاجه. انا مش فاهم. عايز حضرتك بس دقيقه واحده. شغل كروما دلوقتي عندي. دول مؤاخذه يا ريس في حاجه؟ لا لا بس عايز استاذ عبد الله دقيقه واحده مع حضرتك.
طب مع حضرتك دقيقة واحدة. طب كلمه دقيقتين. دقيقة ماشي نص دقيقة. حالا يا ريس حالا. بص يا ريس بعد إذنك عندي مشكلة في قبض الحجاج بس هستأذن حضرتك في 5000 جنيه حساب. إيه أنت ده وقته؟ لحظة واحدة لحظة واحدة بس. ده وقته في هو الكلام؟ هو قافش وقاعد بعت لي الواد المساعد بتاعه عامل لي مشكلة. ده وقت الوقت أنا بستأذن حضرتك أنا بستأذن حضرتك قبل الشغل. أنا بكلمك دلوقتي ده وقت تيجي تكلمني فيه. 5000 جنيه. 5 بس يا ريس. لا مفيش الكلام. أقول لحضرتك على حاجة أقول لحضرتك. معرفش ما تكلمنيش. طب ما تخافش. طب ما تعصبنيش دلوقتي. طب أقول لحضرتك أقول. بعد إذنك يا أستاذ. إيه يا جماعة؟ إيه يا جماعة؟ أنا مش هتكلم في حاجة بس. في إيه؟ مش وقت ده كلام في الحاجات دي. في إيه يا عبد الله؟ إيه ده؟ لسه خلصنا حاجة. إيه الكلام ده؟ الكلام اللي أنت بتقوله ده مفيش. ايه الحكايه بتاعتك دي؟ ايه القرف ده؟ في ايه؟ انا مش عارف يا استاذ ايه ده؟ انا عمري ما شفت واحد يدخل في وسط برنامج في وسط الشغل في وسط الشغل يتكلم في حاجات يا ريس مالهاش لازم اتكلم فيها دلوقتي ابدا يا ريس امان وشكرا يا استاذ شكرا ملحوظ حاجة بالظبط زي ما انا قايل لا مفيش لا خمسه خمسه مفيش لا خمسه لا انت حر بقى انا بكمل بس عشان الاستاذ محمد النور ما اقدرش اقول له لا في اي حاجه في ايه بس ما انت مش فاهمني خلاص حاجة. يا استاذ انت مش مفهمني حاجه بعدين يا استاذ يلا يا ابني بقى لا مفيش حاجه يلا يا ابني بقى يا استاذ عبد الله يلا يا ابني بقى حضرتك بس متدخل عارف لو دخلت هنا تاني لا بس هقول لك بس امشي بره بقى يخرب بيتك البتاع البتاع ايه ده البتاع ايه يا ابني ده ايه يا ابني انت عايز ايه ما تتخرب لو دخلت هنا تاني مش عارف انا كويس يا ريس ده 5000 وانا الله. انا بكلمك في 50000 امشي بره بقى وانا بتكلم في 50000 يا ريس ما تخليش يا عم بقى ما تخليش قليل ادب ودخل الناس في وسطينا خلاص يلا يا ابني تمشي يا سيدي هتلاقيهم غور عايزك في شغلانه جديده ده ايه ده ده اجبله اوعى 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 شكرا فركش فركش تعال شيل ده الحمد لله يا استاذ تعال شيل ده يا نهار حازم الحصان ده اوعى تمام يا ريس تمام يا استاذ تمام خد حبيبي كله فلوسك تمام يا باشا كله تمام خد يا ابني 22000 مظبوطين خد يا ابني استنى كده اما نشوف لا مفيش حاجه ناقصه ولا كملتهم لك استاذ عبد الله والله والله مستلف من الراجل والله العظيم مستلف منه ماشي اه والله بتقول ايه ولا حضرتك بس فلوس حضرتك ايه ده تعال بس لا بس مش استنى بس. طيب هقول لحضرتك بس تعالى بس يا ريس شكرا يا جماعه تعالى قول لحضرتك استنى بس في ايه شكرا يا شباب قول لحضرتك عايز ايه عايز ايه هو خد فلوسه وخلصنا منه هو مزعج انت بتتكلم هنا ازاي كده في الحاجات دي ما تدي فلوس لا مش عايز انا مش عايز انا ما تفتحناش عايز مش عايز ما ينفعش اللي بتعمله ده مش عايز الفلوس دي استغفر الله العظيم انما ما تعملش كده انما بتترمي بقول لك مش عايز يا ريس ما ينفعش ايه يا عم مش عايز تحط فلوسك بس حجاج ايوه بس في خلاص يا ريس انت مالكش دعوه بالموضوع ده مش عايز يا عبد الله استنى لو سمحت يا ريس انت مش خدت حقك مش ده اللي انت عايز فلوسك كامله خلاص يا باشا متشكرين جدا انا واخد والله العظيم راجل 5000 جنيه مستلف منه ما تفضحوناش بقى من مين من الاستاذ عبد الله كتر خيره ده انت تشكره اشكره على ايه انه سلفك 5000 جنيه ما انت اللي قافش تاخد ال 22 عايزهم كاملين وليه تستلف منه لا مش عارف عشان اديك حقك عشان مشكله انا عندي دروب في الحسابات النهارده طب بعد اذنك اخد محلك 5 لا انا مالي ما انت عامل صاحبه مالي ولا انت عامل صاحبه بمزاجك في الارض هو ماله فعلا انا مالي ما انا من بدري عامل خلاص انت هو يا لا انا ما فيش حاجه اسمها دول سلف يا جماعه اسمك طب اقول له حقي وتديني حقي لحظه لحظه 4 ايام واطلبكم في اوردر ما فيش الكلام اللي انت بتقوله ده اللي انت بتعمله ده ايه ده ما ينفعش بقول لك ايه خلاص دي لحقه ودي لحقه خلاص خلاص انت 2 وهو 3 حد يمسك بتاعه دي انت 2 وهو 3 بس بقول لك انت ما بتتكلمش كتير اسمع اسمع دي لحقه ودي لحقه لا هتاخد فلوسك ايه لا اسمع بقى طب استلف لك منه انت نصاب ولا ايه استلف لك منه اوعى ايدك انا ما استلفش من حد خد منه الموبايل استلف خد منه الموبايل اتفضل خد دي موبايل ايه ده ما يسويش حاجه ده اللي انت بتعمله ده ايه ده
طب في حريق يا ايه ده؟ اطلع فاضل الكاجا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ثورة ابعد يا ولا اي حاجة؟ عايز افهم بقى دلوقتي في ايه حصل؟ تعال يا عبد الله تعال في ايه مع الاستاذ اللي كان واقف معاك ده؟ ما هو حصل يا استاذ لا طول طول الحلقه بيقول لك ايه؟ خد الفلوس دي كلها عايز ياخد منك استاذ 5000 جنيه ايوه يديهم للحاج طب وانت مالك انت؟ انا مالي طب مش عايز تقول لي ليه من بدري؟ طب مش عايز تقول لي ليه من الاول؟ ما انا عشان ما اذيهوش لا لحظه واحده يا حجاج لحظه الحلقه دي ولا انت هتقبض ولا عبد الله هيقبض شكرا انا مش هعملها ولا هزيحها خالص استاذ نوالي مش هزيحها خالص استاذ نوالي استاذ نوالي بص يا عم هنزعله عشان الفلوس ايه دي فلوسك؟ فلوسي انا هتصرف استنى بس لا لا, لا انا هتصرف لا انا لا هتصرف لا. انا هتصرف معاك استنى بس انت بص ما تقدرش تتكلم معاهم لا, لا لا اسمعني خد دول ده بستنى بس ثانيه واحده امسك الزمرة دي دلوقتي امسك امسك دول خليهم معاك استنى طيب استاذ نوالي دي خليك واقف ما تسيبش البلاتو احنا عايزين نقول لعبد الله ان اتعمل فيه موقف في الكلب دلوقتي وده مقلب ظريف يا شيخ وانا عمال اقول يا استاذ جن يعني الحلقه بالكرومه مش معقول استاذ نورتنا انا خليه شكا بقولك بقولك ايه من غير فلوس برضه تحت امرك والله اوعى تمام اوعى حريقه فكروني بالثوره بس ايه مقلب تمام الفيلو فارما دريفر اوكي 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 ستيبيانو دي زوتو دي زوتو تمام بس كده آه. لا لا اه يخرب بيت امك مش وقت ده كلام في الحاجات دي في يا عبد الله ايه ده لسه خلصنا حاجه معلش يا باشا معلش انا اسف انا اسف انا اسف ليك لا لا ده طبعا حضرتك مش حاجه اتبعني يا دوم لعلنا نستطيع ان نحصل على الجوهره قبل طلوع النهار في جمله ليك شكر جدا للبرنامج وتشكر الاستاذ محمد بس انا فعلا الحصان السيس ده والبتاع يعني الحمد لله انها عدت على خير